مشكلة الخرافات هي سرعة تناقلها وتحولها مع مرور الوقت إلى أمور قطعية تمثل جزء من موروث جيل بأكمله. من مشاكلها أيضا صعوبة تكذيبها لأنها ترسخ كمسلمات وحقائق. اليوم بدنا نحكي عن خرافات متعلقة بالمسجد الأقصى. أولها الخرافات المتعلقة بقبة الصخرة. قول الناس أن قبة الصخرة طائرة أو معلقة بين السماء والأرض، لكن في الحقيقة يوجد تحتها كهف مساحته 4.5 متر، لذلك تبدو وكأنها فوق الفراغ، لكنها في الحقيقة هي ثابتة بالأرض. الخرافة الثانية هو اعتقاد الناس بأن الصخرة تملك قوة غير عادية أو غير طبيعية، كأن لا أحد يمكن لمسها أو أنها تضيء مسافات طويلة، لكن في الحقيقة هي صخرة عادية ولا تختلف عن الصخور الأخرى بشيء. من الخرافات المشهورة هي حرمة المسجد الأقصى، حيث يعتقد البعض بكون المسجد هو الثالث الحرمين الشريفين بأن له حرمة كالمسجد الحرام الذي طافه سيدنا إبراهيم والمدينة المنورة اللي طافها النبي محمد عليه السلام، لكن في الحقيقة هو ليس بحرم، وهذا لا ينقص شيء من قدسيته وقيمته، إنما يبطل أحكام الحرم فيه من حرمة الصيد والقتل وغيرها من الأحكام.